وصفتنا النهاردة مكرونة بشاميل بالمشروم والزيتون. طبعا الناس النباتيين هينبسطوا معانا عشان اللي ما بيحبوش اللحم خالص. يلا نشوف المقادير والطريقة مع بعض. معانا مكرونة احنا سلقناها نص سوا، مشروم فريش، معانا بصل مقطعينه جوليان، طماطم مكعبات، معانا فلفل الوان احمر واصفر واخضر مقطعينه وسط، معانا فلفل شطة حسب الرغبة للي يحب، بس هو مش هيبقى مشطشط قوي في الوصفة. معانا زيتون شرايح برضو حسب الرغبة. معانا ثوم مفروم، ملح، فلفل اسود، 4 مكعبات مرقة. للبشاميل اللي بقى هنستخدم زيت ودقيق ومعلقتين صلصة كبار، وهنستخدمهم مع المرقة. هنشوف مع بعض الخلطة هنعملها ازاي، الحشو بتاع المكرونة. هنجيب طاسة هنحط فيها 3 معالق زيت، وانزل بالبصلة هقلبها تقليبة كده حلوة تدبل معانا كده. البصلاية اتشوحت معايا، هنزل بالتومة وقلبها تقليبة. هحط المشروم، واسيبه يدبل فيها مع البصل والثوم، ياخدوا من ريحتهم شوية ويدبل معانا شوية. شايفين مع بعض كده المشروم دبل معانا. هنزل بكل الفلفل اللي عندي، فلفل شطة وفلفل الأحمر وفلفل الأصفر وفلفل الأبيض، واسيبهم هقلبهم تقليبة كده مع بعض. انا مش عايزاهم يدبلوا قوي عشان يبقى فيهم طعم كده في المكرونة واحنا بناكل، لان هي تكمل سواها في الفرن. هحط رشة فلفل اسود ورشة ملح صغيرة، وهنحط مكعبين مرقة خضار، واوطي عليها شوية واسيبها تدبل. تمام كده. اخر حاجة هنحطها مع بعض الطماطم مكعبات، هقلبها تقليبة وكده يبقى الحشو بتاعنا جاهز. هنعمل البشاميل مع بعض. هناخد 3 معالق كبار زيت و3 معالق دقيق، وهقلبهم كويس كده. الدقيق والزيت احمروا مع بعض. هنزل بمية بدل اللبن وقلب. مية عادية خالص من الحنفية، مش لازم تبقى سخنة، ونقلبها حلو عشان ما تكلكعش معانا. وهحط مكعبين المرقة، فلفل اسود ورشة ملح صغيرة، وقلبها حلو لحد ما تديني القوام اللي احنا بنستعمله، لا هو خفيف ولا تقيل، يبقى قوام حلو، قوام بشاميل. هناخد مع بعض معلقة صلصة كبيرة، معلقة كمان، معلقتين، وقلبهم في البشاميل. ده هيديني لون حلو للبشاميل من فوق لما يجي يستوي. اول ما هتغلي معانا هنطفي عليه. ده كده السمك بتاعه حلو. شايفين مع بعض كده ابتدت تغلي، تعمل الفقاقيع الصغيرة دي كده. هنطفي عليها ونشيلها، وهنجيب الطاجن بتاعنا ونعمل مع بعض المكرونة. كده معانا المكرونة مسلوقة، ومعانا البشاميل خلص، والحشو بتاعنا المشروم بالخضار. هنعمل مع بعض الخطوات. اول حاجة هناخدها
هنحط في القالب بتاعنا من تحت بشاميل عشان ما يلزقش معانا المكرونة لما نيجي نسويها. تاني حاجة هناخد جزء اللي هنحطه على الوش في البولة، بقية البشاميل هنحط المكرونة فيه وقلبها فيه كويس ونحطها في القالب بتاعنا عشان تبقى متماسكة معانا لما نيجي نحطها ونطلعها من الفرن، وفي نفس الوقت هتدي طعم حلو لما البشاميل كله يتقلب في المكرونة. هنحط مع بعض طبقة مكرونة من تحت، شايفين كده مع بعض، ونحط جزء من الحشو بتاعنا. شايفين الحشو بتاعنا شكله الدنتي يعتبر، اللي هو مش مستوي قوي ومش نص سوا، يدوبك السوا بتاعه مظبوط عشان يكمل سواه في الفرن. هنحط مع بعض دلوقتي شرايح الزيتون، وده اختياري برضو للي يحب. هحط باقي المكرونة هحط البشاميل على الوش طبعا احنا مسخنين الفرن على حرارة 180، هي طبعا مش هتاخد وقت معانا في السوا عشان كل حاجة مستوية، يا دوبك الوش هيحمر. هدخلها الفرن نسويها وارجع لكم نقدمها مع بعض. كده نكون عملنا مع بعض النهاردة صينية المكرونة البشاميل بالمشروم والخضار، وعايزة اقول لكم فعلا طعمها حلو قوي، يا ريت تجربوها، اكلة سهلة وبسيطة، ومستنيه كومنتاتكم تحت الفيديو. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة.com.